إذن النتيجة النهائية والرسمية في الشوط الثامن مع الدربي التجريبي للخيل المهجنة الأصيلة، نشاهد الصدارة لرقم 4 كينج شلاع من تدريب ألبان دميول، ملك السادة أمغان والخير رونان توماس. ثانيا رقم 3 كما نشاهد ديفوس كامباني مع المدرب محمد الغزالي، ملك السيد خليفة بن شعيل الكواري والخيال سفيان سعدي. في المركز الثالث رقم 11 من خلال التواجد الويز ويتن مع المدربة ديبور موتن، ملك المهندس حسن علي العبد الملك والخيال إدواردو بيدروزا. المركز الرابع رقم 2 كما نشاهد لباردس بارك مع المدرب حمد الجهني، ملك السيد ناصر سيف الكبيسي والخيال لوكاس دولزيه. وخامس الرقم 12 من خلال تواجد سلطانون من تدريب وسيم الصحن، ملك الآنسة ليلى صوفيا والخيال كارلوس هيرك. تهانينا لكل الفائزين في أشواط هذه الأمسية.